بر الأمان. بكم في برنامج بر الأمان. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية وإلا إذاعة دريم اف ام القروان، إذاعة هنا القصرين وإلا مهدية وان. مرحبا بكم بكل أي شخص يسمعنا على أمواج الإذاعات اللي شركائنا في بث البرنامج هذا، برنامج بر الأمان اللي اليوم في نشطه عدد 24 25 بالضبط، هو عدد 14 من بداية الموسم الثاني. مرحبا بكم الكل، تنجموا تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحتنا بالعربية وإلا بالفرنسية بر الأمان، ما ثم كن آفها، وإلا على الموزع الصوتي 99 326 325. للي يسمعنا أول مرة، برنامج بر الأمان هو برنامج يشوف كيفاش القوانين تأثر على المواطنين وكيفاش المواطنين ينجموا يأثروا على القوانين ويساهموا في أخذ القرار. نشوفوا زادة كيفاش نجموا نقيموا أداء المؤسسات المنتخبة والمؤسسات العمومية وكيفاش نقوم بهذا الكل. نفات مسألة بسيطة جدا، نمشيو لوين انتوما وين المواطنين موجودين. اليوم برنامجنا موضوعه يهم قانون مشهور وسيء الذكر، سامحوني، القانون 52. القانون هذا في طور التغيير ما بين اللجان البرلمانية من جهة، المجتمع المدني من جهة أخرى، وزادة رئاسة جمهورية كيف ما سبق لي وقلنا عندها زادة المبادرة التشريعية. اليوم الإيقافات باسم القانون هذايا، مفعول القانون هذايا ما زالت متواصلة حسب المحامي غازي مرابط، رغم كل ما تم إعلانه من طرف رئاسة الجمهورية. في الحصة هذه ماناش باش نناقشوا الفصول بالواحد، أما باش نشوفوا تداعيات وجود قانون يخلي مجال كبير للسلطة التقديرية متاع السلطة التنفيذية، المجال اللي نجم يتحول إلى تجاوز السلطة. ضيفنا الأول عملنا معاه الحوار هذا في صيفية 2015 في بلاده، في حمام الغزاز من ولاية نابل، عدنان مدب الله يرحمه. عدنان مدب توفى في أوت 2016 وخلى بلاصة كبيرة علينا الكل. الله يرحمك عدنان، مشيت وعمرك 25 سنة كنت تنشط في السينما وبالأخص في نادي سينما الهوات بحمام الغزاز. عدنان اللي ما يعرفوش كان مناضل من قبل الثورة وبقى يناضل من بعد الثورة، وعنده تصويرة معروفة أمام الاتحاد، اتحاد الشغل في 2011 في شهر جانفي، تصويرة أخذها لويكا دوليغا وتنشرت يعني عبر وكالات الأنباء العالمية. خلينا نسمع توا المقطع الصوتي اللي حكينا فيه عدنان كيفاش قانون 52 لسنة 1992 خلاه يعدي 40 يوم في السجن رغم أنه تم تبريته في آخر المطاف. خليكم في حوار مع عدنان مدب اللي يبرز إلى أي درجة القانون هذا بالذات يخلي الباب محلول لبرشة تجاوزات. تي دون لا سال دو سينما فيت البروجيكسيون سكرنا سال دو سينما جالي ليفري دي فيلم للإدارة نتاع جي سي، وقابلت صاحبي ومروحين على خاطر نسكن وطبري في فرط حومة. واحنا مروحين فتنا الكوفرفو بربع ساعة، واحنا مروحين وقفونا هزونا للمركز ديريكت في سوغوندا تعدي الدورية، هزتنا المركز قالوا قاو باكو ورقة، قالوا قاو بابيه غولي، حاجة اللي تقتل بالضحك. قاو باك ورقه في الكهرباء من لما هوش في جيب، ماهوش في جيب صاحبي، قاو ما قاهوش سي با لا كيستيون، اما الحكايه في باك ورقه يتباع في الحماس ويتباع مع تبارولي ويتباع في الحماس ويتباع في رود ساليد ويتباع في بومنديل وموجود في البلاصه كل. من نهار سبت تعدينا البشوشه اللي يقولوا هنا تفقد حقوق الانسان، لا عندي انا هنا تفقد الانسانيه مش حقوق الانسان. نهار الثنين تعدينا للمركز من الاول، نهار الاول حاجه اللي نسيت ما قلتهاش، نهار الاول كي شدونا قالوا لي باش تعدينا على السكر، قلت لهم سكر بلاش تست الكوليمي، عدينا التست الكوليمي باش تعملوا تيست، اعملوا تيست على شديتنا ما عديني سكر، انت ما عديتنيش على التست الكوليمي، وكاتب لي اشتباه في استهلاك ماده مخدره صنف ب القنب الهندي، وانتي كما انكولبي حاجه لولا سكر وهرج سكر وتشويش في الطريق العام،
ما فهمتش منين سكر هذا شويش في الطريق العام. سكر افيك البروف افيك ما تفهمش، على خاطر هو حكم من مخو حكم من مخو راه هكاك سكو تي ما كومبرون با. وبعد ايش تبيع في استهلاك زاد لا حتى جينا شويه نهارتها سمعنا وسخ وذنينا بدينا سمعنا وسخ وذنينا برك من الاول خفيفي ورينا العجائب معناتها انا با يو لو دووا باش حتى باش نكلموا عائلتنا لا باش نكلموا العبيد نقول اللي احنا موقوفين لحد شيء. ديجا العبيد علمت اللي انا موقوف على خاطرني كي قالوا سكروا التليفونات بالسرقه بعثت دو ميساج ان ميساج لون امي افوكات متر نجيت ليعقوبي الله يرحم والديها ويعيشها وقفت معنا على الاخر كيما المحامين الكل اللي ديما نشكرهم على خاطر انصفوا ما انصفونيش انا انصفوا الشعب التونسي وانصفوا ضد منظومه متواصله وثقافه تخلق. بعد عادينا البشوشه من بشوشه موصين علينا افرحوا بهم. بديت تسمع في سقف اذنيك بديت تسمع في الكلام زيت تسب شويه ضرب على الراس شويه ضرب على الرقبه دوبليش هذاك يسمى دوبليش فرحه خفيفه كما نقولوا هما على خاطر قالوا له افرح بيه ما قالوش برشا هما ما قصروش. حاسيل بعد بوشوشه نهار الثاني عدينا المركز قاعدين المركز نهارت المركز ما تفهمش معناتها ما تعرفش علاش تو سيت شارمون اللي صار ما تفهموش. نهارت المركز دخلت نلقى مانيش باش نحقق مع عون ولا زوج مانيش باش نحقق مع ثلاثه اعوان نحقق مع خمسه نحقق مع رئيس المركز ونائب رئيس المركز دخلنا زوج مع بعضنا دخلنا قلنا لهم شنو هي الحكايه قالوا لنا راهو باش نعديوكم على السكر والاشتباه في الاستهلاك ونلقى لي تيوب نتاع التحليل حاضرين في المركز مش في انستيتيوشن سبيسياليزي معناتها مش في عند المؤسسه الصحيه المختصه في التحاليل نلقاها في المركز لي تيوب حاضرين في المركز. لقينا لي تيوب حاضرين في المركز ونلقاو سكر وهرج جيب ربي معناتها انا ما تكلمت حتى جو مي سوي با اشارني ما تجاوبتش مع الاشارنمون نتاعهم افيك ان نوتخ اشارنمون ولا معناتها جيتي هكا نحكي بالسياسه وما تشنجتش ما كانش فما تشنج معناتها في استجابتنا زوز معناتها ما تشنجناش ما صار حتى التشنج. ورغم ذلك شنو يصير كي نحتاجوا علاش على الشيف دانكوباسيون على الاتهامات عند الاحتجاج على الاتهامات نتسب يقول لك لغه حقوق الانسان ما تمشيش لنا اللي هو كادر امني لغه حقوق الانسان كادر في المركز ما نعش نائب شيف مركز حاسيلو لغه حقوق الانسان ما تمشيش لنا لغه الثوره ما تمشيش لنا وتتسبب وباش تحلل معناتها باش تحلل وتاكل كف كي تومي دون لي بوم معناتها تدوخ ديريكت تاكل كف يتخض صاحب خضونا زوز كلينا ما تكتب كي كلينا ما تكتب قلنا لهم تحبوا تطيحوا الهيد طيحوا الهيد احنا مش نرفضوا التحليل على خاطر تافي با ما عندكش حتى حاجه تضمن لك ما عندك حتى ضامن لحقوق ملي دخلت للمركز لنهارتها ما عندك حتى حاجه تضمن لك حقوقك ولا تضمن لك اللي هو التحليل اللي يحب يعملوا كيفاش باش يمشي التيوب وكيفاش باش يرجع ما عندك حتى ضمان ما عندنا حتى ضمان ما تخلي لنا حتى حد ما خليه حتى افوكا يدخل ما عندك حتى ضمان اللي انت الاجراءات باش تكون سليمه واللي هي بديت مش سليمه وبديت بشر نمو وبديت المشكله معناتها في تونس يعفسوا على الشعب على خاطر حالته الاجتماعيه على خاطر ما عندوش شكون يدافع عليه انا اوغزمون عندي شكون يدافع عليه المشكله مش انا مش حالتي انا المشكله حاله الشعب الكل المشكله اللي التونسي كي يدخل المركز ما عنده حتى حقوق المشكله اللي في تونس مش تو لينا باش نقولوا اللي من بكري وزاد التو المشكله اللي ولات ثقافه على خاطر عدم المحاسبه على خاطر ما صارتش محاسبه للتجاوزات اللي صارت قبل 14 جانفي على خاطر حتى حد ما تحاسب غير ما فهمش محاسبه حقيقيه صارت يحكيوا على جوستيس ترانزيسيونيل
بالعربي عدالة انتقالية، يحكيوا على عدالة انتقالية واحنا ما رينا حتى شيء من العدالة الانتقالية. عدالة انتقالية بلاش محاسبة ما فماش عدالة انتقالية. كليت بعد ما ضربونا شدينا صحيح، قلنا لهم كي طيحوا الهيت أرانا مش محلي، خرجوا لبرا تشيبروا وعاودوا رجعوا رفضنا التحليل. ما رعنا اللي من غدوة في بالنا مش نتعديوا على حكم التحقيق، نلقاو رواحنا واقفين قدام المحكمة كومي كانت معناتها دون 24 ساعة تعدينا. اللي حتى المحامين وفي جلسة الاستئناف كان فما استغراب، وحتى في الجلسة الأولى كان فما ارتباك واستغراب على سرعة اللي صارت بها العملية. تعدينا المحكمة، في المحكمة اللي صار اللي في محضر البداية كاتبين الاشتباه في الاستهلاك المادة المخدرة صنف ب، حمل لحمل أوراق كارتينا للف لحشو الزطلة للف المادة المخدرة الزطلة، هو حكم معناتها إلى جوجي اللي البابي أغولي اللي ورق لف السجائر يستعمل للزطلة. وذكر صنف ب معناتها هو أشار اللي صنف ب، ما قالش صنف A، ما قالش دخان، ما قالش نفة كما في تونس يستعملوا نفة، الرجال الكبار يستعملوا النفة، ما قالش حتى شيء. والمشكلة اللي صارت اللي فما تمادي، التمادي صار ما كان مع تجاوب النيابة العمومية اللي استعملت النيابة العمومية والقاضية اللي استعملت هذا كبرهان. اللي في تونس ولا البوليس يحكم على الخر، ما عجبكش وجهك ما عنديش مشكلة مع البوليسية، عندي مشكلة مع منظومة الأمنية، مش المنظومة الأمنية، منظومة القوانين اللي خليت التجاوزات هذه تصير. مجال الإجراءات الجزائية هي المشكلة اللي معناتها استعمل كلام المركز، استعمل استعمل كمعطى خمسة سنين تعدوا على برسك على 14 جانفي الانتخابات الأولى الدستور الانتخابات الثانية، وما زلنا خمسة سنين. أنت قداش عديت في الحبس الموقف؟ 40 يوم. 40 يوم، 40 يوم عديتهم على أشياء كيف نذية شنية عديتهم. المشكلة مش هذه، المشكلة اللي في تونس ما عادش عندك انتجريتي فيزيك، ما تحكمش في بدنك أنت، معناتها هو بدون حالة التباس بدون أي شيء يحب يحللك بدون التباس. المشكلة القوانين الجارية هذه هي إشكال، وهي تستعمل انتهاكات باش أي حد ينجموا يجيبوه، على خاطر عندهم، على خاطر فما مشكلة، فما تتبعات أمنية قبل، وعلى خاطر كنت تتحرك قبل 14 جانفي، وعلى خاطرك. والمشكلة اللي ولات ثقافة. شنو اللي ولا ثقافة؟ اللي ولا ثقافة، ولا فما حاجة اسمها ثقافة الامبونيتي، ثقافة عدم المحاسبة وثقافة التسلط. اللي ولات المركز ينجم يحكم عليك وتوافق له المحكمة بدون الرجوع للقانون. ما فماش رجوع، ما تمش في جلسة الأولى، ما تمش رجوع للقانون اللي هو القانون 52. اللي هو القانون 52 يقول لك أدوات الاستهلاك وأي أدوات أو ما يشك فيها أنه أدوات يتعدى على المؤسسات المختصة، يتعدى على المؤسسات المختصة، والمؤسسات المختصة هي اللي تحكم، مش المركز الضابط العدلية اللي هو المركز الشرطة مركز حرس يحكم بالنية ولا يحكم بالاشتباه ولا يحكم اللي هو بدون أي مبرهن. فما حتى مبرر ونلقى روحي 40 يوم في الحبس. المشكلة مش أنا، المشكلة اللي أنا كي دخلت الداخل، كي دخلت الحبس عرفت اللي أنا حد شيء، اللي قضيتي أنا حد شيء، اللي الظلم اللي صار لي أنا حد شيء قدام الظلم اللي قاعد يصير كل نهار. فما ثقافة انتشرت في تونس اللي هي ثقافة عدم المحاسبة، اللي بعد اللي صار في 14 جانفي والتجاوزات الأمنية والتجاوزات اللي صارت، فما حتى حد، فمش محاسبة حقيقية، فمش محاسبة حقيقية للي صار قبل. ما فمش ميت عبيد، من المذنب؟ صارت انتهاكات، من المذنب؟ صارت تعذيب، من المذنب؟ ليس لدينا لا مذنب ولا مسؤول تحاسب ولا محاسبة حقيقية صارت في تونس. وذي ولد ثقافة، ولا أي إنسان يتجاوز القانون يعرف اللي لن يحاسب به، على خطر كل عبد غلط قبله لم يحاسب. يعني البوليسية تقصد ولا
نقصد مش البوليسية برك، نقصد امبونيتي سواء بوليتيك امبونيتي كوربسيون بارتو، إدارية بوليسية مش بوليسية، في الإدارات بيدها، في الدولة اللي متغلغلة ولات اللي فيروس ولا فيروس متغلغل في كامل المؤسسات وكامل من الإدارات، أمنية كانت أو غير أمنية كانت، صنعت لنا شكوك، صنعت لنا شكوك في طريقة المعاملة وطريقة التشبث بإطاحة الشعب بدون دلائل. خلينا نرجع لكابلو كونكري اللي هو الكام تاعك. أي. أنت اليوم قداش عمرك؟ أنا اليوم عمري 27 سنة. 27 سنة، أنت مستيء ديسوي من هالخمس سنين اللي تعديوا من الشيء اللي عشته؟ أنا عندي أنا معناتها أنا من قبل النفس الثوري قعد متواصل، وماهوش باش يموت النفس الثوري في البلاد هذه، ومازال متواصل النفس الثوري، ومادام مازال فما ظلم، مادام الظلم هذاك هو اللي يغذي في النفس الثوري نتاعنا، وباش نكملوا على خاطر ولازم نكملوا على خاطر اللي صار ما صارتش ثورة، صارت انتفاضة تم إجهاضها، ما صارتش ثورة، نقولوا صارت ثورة وقت تتبدل القوانين، وقت أنا كي نشد في مركز عندي الحق باش ندخل محامي، عندي الحق باش نعلم عائلتي، نتمتع بحقوقي كاملة، وقتها القانون يضمن لي كل حقوق، والقانون يضمن لي اللي حتى حد ما يتعدلي على حقوق، وقتها تكون ثورة، تكون ثورة وقتها تصير محاسبة، تصير محاسبة بعد المحاسبة، المحاسبة ولا اعتراف، بعد المحاسبة نوليو نحكيو على مصالح، تصير ثورة وقتها نقربوا من تحقيق العدالة الاجتماعية، تصير ثورة وقت يولي فما تنمية محلية بالحق. قلت لي أنت متفائل أنه مازال المسار، يعني ثم تضرب لي أنت متفائل؟ أنا متفائل، أنا متفائل على خاطر كيما تشد عدن المدب وخرج، احنا نحاربوا في عقلية، نحاربوا في عقلية، العقلية سواء عند الشعب أو عند النظام أو العقلية الموجودة في القوانين الزجرية، بعض القوانين الزجرية والجارية. ومتفائل رغم هذا كل؟ متفائل رغم هذا كل، كما دخل عدن المدب اليوم وخرج ودخل وحل انديباء على القانون، سي ان با اون افون، كل شيء ان با اون افون، كي انا قدامك تو ونحكي وما وقفتش كرهبة بوليسية، العباد تصنع لهم وعي اللي القانون ماهوش في مصلحة المواطن، اللي مجد الإجراءات الجزائية ماهيش في صالح المواطن، عرفت اللي انت كي باش تدخل المركز عندك شانس كبيرة اللي انت ماكش تتمتع بحق اي حق من حقوق. واذا كان ثم حاجة اخرى، حاجة اخر حاجة تحبها تضيفها، تحب تزيدها، ان بوان تحب تأكد عليه، شنو ان بوان نحب نأكد عليه؟ نحب نأكد اللي تراب ترابنا واللي بالبلاد متاعنا، واللي البلاد متاعنا احنا، واللي البلاد باش ترجع للشعب، واللي باش يجي نهار احنا باش نحضر عليه، مش باش نحضر عليه، باش يجي نهار اللي ولدي نجم يخرج في الشارع ما يخافش، مش كي راه بوليس يخاف تصير له اي حكايه، ولدي ما يخافش، ولدي يتربى معناتها في منظومه تربويه متوازنه، مش منظومه التجهيل نتاع منظومه تربويه انت تجهيل انت بن علي، اللي ولدي نهار اخر ينجم يسهر في الليل، ينجم يخرج، ينجم بكل حرية ما يخاف من كل شيء، ينجم يعيش حياته، ينجم يقرأ، ينجم يوصل، ينجم يخدم، ينجم يكون عنده حقه في التشغيل، حقه في السفر، حقه في العيش الكريم. بر الأمان. مرحبا بكم، تسمعوا في برنامج بر الأمان، كنتوا تسمعوا في عدنان مدب اللي هو مناضل ثقافي وسياسي، توفى الله يرحمه في صيفية 2016 بنوبة قلبية، كان هذا تحية لي ونحيي عائلته ونقول لهم البركة فيكم والبركة لنا كل، على خاطر عدنان كان
اعتمد على كلمة يعني مناضل، خلى بلاصته كبيرة في الساحة الثقافية. ونخليكم توا مع أغنية بعد ما سمعناه، والأغنية هذه اسمها لايم سونغ، هي زادة الملحن التونسي، أغنية إلكترو، معناها موسيقى إلكترونية، قام تلحينها عمر علولو. نسمع مع بعض. مرحبا بكم من جديد في برنامج بر الأمان. هذه الحصة عدت 14 من موسمنا الثاني. للي يسمعنا أول مرة، البرنامج بر الأمان هو يشوف كيفاش القوانين تأثر علينا، تأثر على المواطنين، وكيفاش المواطنين ينجموا يأثروا على القوانين ويساهموا في أخذ القرار، ونقوم زادة بتقييم هالقوانين الموجودة ولا السياسات اللي تم اتخاذها. باش نكملوا جولتنا حول موضوع اللي هو في الحقيقة ما هوش موضوع فقط القانون 52 اللي يهم المخدرات، ولكن هو اعتباطية القانون كيفاش. نخليكم مع نيبة. نيبة بشرب الحاجة حميدة باش تورينا كيفاش القانون هذايا يخلي ثم العديد من انعدام التوازن وانعدام المساواة قدام القضاء، اللي في آخر المطاف اللي عنده الإمكانيات ينجم كيف ما نقوله بتونسي يعني يسلك أموره، ينجم يلقى حل لمشكلته إذا تم إيقافه في موضوع مثلا استهلاك المخدرات، وكيفاش شخص آخر ممكن اللي ما عندوش إمكانيات يوحل
في الشبكة العنكبوتية متاع النيابة العدلية والقضاء والشرطة والتحاليل والشرطة الفنية وإلى آخره. خليكم مع بشر بالحاجة حميدة. حبيت نحكي حكاية البارح صارت هكا صدفة. امرأة تحكي اللي هي مجموعة من الأمهات بناتهم وقع القبض عليهم في إطار قضية استهلاك، واللي هما دفعوا منيش نسمي قديش فلوس، عشرات الألاف دينارات وحق من حقوق للمحامين، باش المحامين خدموا خدمة استثنائية وقاموا بمجهود جبار وخرجوهم بعد ما سمع الدعوة على أساس حداش خلال في الإجراءات. وهذا زميل يعرف نوع القضايا هذوما، زملائي زوز يعرفوا اللي فما ساعات إخلالات على عدة في عدة مراحل من البحث والتحقيق تخلي معناها القضاء مجبر على القضاء بعدم سماع الدعوة بعد قضاء مدة معينة في السجن، على علم أنهم وقع قاوا في الإيقاف التحفظي تقريبا 3 أشهر، لكن خرجوا أبرياء. هذه خارج منها فكرتين. الفكرة الأولى سهولة متاع الإنسان يقعد في السجن 3 أشهر وبعد بريء، مش مشكلة، يعني حاجة عادية جدا، يعني مش مشكلة حرية الإنسان، في حين احنا نعرفوا الدستور شو يحكي على الحرية. الحاجة الثانية وهذه باش نرجع لها بعد في التدخل متاعي، معناها نحكيه على التمييز الإيجابي ونحكيه على المساواة بين المواطنين، وكي ندخلوا في القانون هذا حتى 79 باش نشوفوا حتى المنطق متاع المساواة بين المواطنين مش موجود. يعني الإنسان اللي عنده إمكانيات ويكلف محامين مختصين ويفهموا في القانون ينجم يخرج بعد سماع الدعوة، واللي تحت الحيتيست اللي تحت الحيت يتكلف في زطلة ومزمر عليه أمور مش باهية يتعدى قدام المحكمة، حتى ساعات عائلته ما عندهاش إمكانيات باش تزوره أصلا. دونك أنا شنو اليوم النقاش حسب رأيي يهم، هل نحن اليوم عملنا دستور وعاركنا عليه وهبطنا للشارع ووصلنا حققنا فيه 29 فصل على الحقوق والحريات، هذا باش يقعد ماء ورقة بيضة ويقعد كلام، ولا باش يولي حقيقة؟ هالمبادئ اللي احنا الناس الكل في الاخر اتفقت عليها باختلافاتنا بعركاتنا بمشاكلنا وكل، اليوم كان نجي ونحترموه تنلقاو حتى المشروع 79 مش مستجيب لهالمبادئ اللي جات في الدستور، واللي هي باش نلخصها في بعض الكلمات. اول جمله في الدستور اول فصل نحب نقول عليه حقوق الطفل على ابوي وعلى الدوله لضمان الكرامه الصحه والرعايه والتربيه والتعليم. انا نقول الشباب، خاطر الشباب هو كان طفل والطفل زاد كان عنده مشكله مهما كانت مشكله تاع ادمان ولا استهلاك ولا تحبوا مش بنسمي كل مشاكل باش ما نقدش بعد او اي مشكله كانت سيكو المجتمع والابوين قصروا. هذا لازمنا نبداو من هذا، نخمو كدوله جديده جمهوريه جديده في دوله حتى الدستور جديد وقال تراني نحب نغير ونحب نكون عندي جرأه اللازمه سياسيه باش نرفع من المستوى اللي احنا قاعدين نحكيو فيه اليوم، مش نهبط. انا اليوم كسياسيه وكحقوقيه واجب عليا حتى كان ناخذ قرار ماهوش في حوله اجماع يلزمني نخرج على الصف ويلزمني نقول للتوانسه ونقول لبعضنا الحقيقه. اليوم كان فما فشل متاع المجتمع ومتاع الدوله متاع الاسره في عديد من الميادين، انا نرى ماهوش من حق الدوله انها تختار السجن والزجر. وهنا نقول الدستور نفسه هذا يحكي على الحريه، ما نحكيش على مش نحكي قداش منفصل، قداش يحكي على حرمه الجسديه وكرامه الذات، معناه كلام كله على الحريه. ونجي نشوف القانون هذا ولا غيره فما حتى ثوره صارت، ما زلنا في الممارسات القضاء التونسي من حقنا باش ننقدوه، نعاود نقولها رانا ما عندناش حق باش نضغطوا على القضاء وما عندناش حق باش نسبوا القضاء، ولكن مش مقدس. شعمل اليوم القضاء باش يغير هو نفسه علاقته بالحريه وضمانه للحريه، وانه الحريه هي الاصل والايقاف والاحتفاظ هو الاستثناء. نجي نشوفوا اليوم معناها في نفس الوقت اللي مجلس نواب الشعب
والسلطة التنفيذية هي اللي جابت القانون هذا، لأنه هو وعد من وعود رئيس الجمهورية. وحتى نهار تتعدى القانون أمام المجلس الوزراء كان تحت إشراف رئيس الجمهورية، نجي ونقاو المجلس النواب اللي واخذها القانون يخدم عليه، ما زالت السلطة القضائية توقف العباد في إطار قضايا الاستهلاك. إيش معناها؟ معناها كأننا مانيش فرض دستور. أنا مش طالبة من مانيش قاعدة نقول للقضاء تبعونا السلطة التشريعية ولا تبعوا معناها في النقاش متاعنا، ولا لكن فما الدستور يجمعنا يخلينا نفكروا ويخلي الممارسات متاعنا تتبدل. اليوم نشوفوا الممارسات ما تبدلتش وما زالت الناس تقف يوقفوهم. مع العلم نحب هذين نفهموه، فما حتى نص قانوني يجبر وكيل الجمهورية ولا التحقيق أنه يوقف معناها الناس ولا يحتفظ بهم. فما حتى قانون اللي الدستور التونسي يحكي على الحياة الخاصة وحرمة الجسد، هذه سهولة متاع التحليل، راهي ما هي سهلة الحكاية. وتو يرجعون الزملاء والأصدقاء، أراه معناها في العالم أجمع اليوم الناس ولا تخمم إيش معناها تمس جسد إنسان. ما عندكش حق، ما عندك الحق تمسه معناها هذية إلا ما هو بطلب متاعه بشي يداوي نفسه، باش يدخل إنسان تحليل ولا يدخل لأي حاجة بعلاقة بالأمور الطبية، راهو يزم يكون معناها حاجة داخلة في رغبته وإرادته. اليوم سهولة التحليل وربط التحليل بالعقوبات والتتبعات راهي مشكلة كبيرة ياسر، وما فماش علاش أنت كقضاء وكنيابة عمومية تبحث على الأدلة. أنت لقيته يستهلك تفضل، اما انت مش تولي تبحث على تلوج له على الادانه، معناها مخالف حتى المبادئ حق الانسان معناها بصفه عامه. معناها الانسان عباره انت ماكش متاكد وما عندكش الحجج الكافيه تمشي تلوج له على حجه باش قاطعه باش معناها توصل الادانه. حاجه الاخرانيه باش نكمل بها، وهذه موجوده في الدستور زاد مهمه برشا، انه السجن هو السياسة السجنية تعمل على تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع. نحن البارح آخر نهار فينا الإصلاحية وزرنا برشا نواب عمناه وديما نزوره في السجون. السياسة السجنية في تونس وفي أغلب بلدان العالم هي سياسة فاشلة، لا تأهل ولا تصلح ولا ترجع تدمج المجتمع. اليوم نقولها ونعاود نقولها، المخدرات في السجون وتوقف من نعرف قضية على كل حال عالجتها، توقفوا مجموعة في السجن على حكاية المخدرات. دونك ما تقوليش اليوم السياسة باش نعاودوا نفس الحكاية، ندخلوا الناس في السجن نعاقبوهم نعملوا لهم هاوس وديزون فورماسيون. وهنا معناها تشوفوا مثلا في الإصلاحية البارح اللي زرناها، أول حاجة ما توفرش المعايير الدولية الأدنى، معناها إصلاحية مفروض فيها 45 فيها 118، التكوين يعمل فيه العون الأمن ما يعملش فيه مكون. أنا اليوم نحشم كي يجي شاب يوقفوه على أي حاجة اللي ما تمسش الآخر، أي موضوع تمس ممارسته لحياته الشخصية ولا تمسه في مظهر يذر في روحه. أنا كي يتكيف الزط لك يذرني ما يذرنيش، لكن معناها نحشم. تعرف علاش نحشم؟ خاطر نقول أحنا كمسؤولين اليوم شعتيناه، والله نعطيه حقوقه نوفر له حقوقه نوفر له كرامته نوفر له شغل ونوفر له مساواة ونوفر له أنه ما يخرج من المدرسة قبل الوقت، وبعد نحاسبه يمكن تنقص لي معناها هالعقدة هذه يسميوها متاع الذنب. أما أنا ما أعطيته شيء، هو أعطاني الحرية. الشاب اليوم الشاب التونسي هو أعطانا الحرية، واللي قاعدين كله هنا ما نصورهمش كانوا يكونوا موجودين هنا كان مش ثورة شاب، ما نصورش ما كناش هنا وما كناش فهمت مرة كلينا في حياتنا در هنا مرة في حياتنا في 20 سنة جمعية نساء ديمقراطيات مرة مكنونة من قاعة كما هذه. دونك معناها اليوم نحب نحكيه مع بعضنا وما نخافوش من الطيار. أنا يقلقني اليوم فما خطاب شعبوي فما لغة شعبوية يكروا فينا فيها برشا ناس. يا أخوي أنا نحب نخرج على الصف اليوم ومستعدة نخرج في صفوف على صفوف الكل، طالما نبدأ نعالجه في مشاكلنا بطريقة مختلفة ونصلحه مع بعضنا، وخاصة نوفر للشاب والطفل كل الإمكانيات باش ما يتيحش في حاجة اللي هي ضره أساسا وضر ربما المجتمع ككل.
بر الأمان. مرحبا بكم من جديد، تسمعوا في برنامج بر الأمان. بعد ما كنا مع بشرة بالحاجة حميدة وتتحدثنا على مختلف التجارب اللي تثبت عدم المساواة أمام القانون عند تطبيق القانون 52، باش نتعديو توا الأغنية أخرى لنفس الملحن اللي سمعناه من بكري، والأغنية توا اسمها I Story، قصة العيون ممكن، من ألبوم فيلين. الأمان. مرحبا بكم من جديد، تسمعوا في برنامج بر الأمان. كنتوا تسمعوا في أغنية للملحن التونسي عمر علولو، أغنية إلكترو كيف ما لاحظتوا. وتوا جاء وقت الكرونيك، الكرونيك هذه تبربيشة مع ليليا بن عاشور اللي باش تحكي لنا على جزئية قانونية اللي ممكن أغلبنا نجهلها واللي تخص حقوق الموقوفين، وبالأخص حقوق موقوفين بمفعول قانون 52. نخليكم مع كرونيك تبربيشة. تبربيشة.
تبربيشة. المتهم من حقه أنه يرفض التحليل، ورفضه هذا ما يمثلش قرينة ضده، وهذا حسب الفقه اللي أصدرته محكمة التعقيب عام ناول. شنو يحكي هالفقه؟ يأكد الفقه هذا أنه نتيجة التحليل هي الدليل الوحيد على الاستهلاك، ومش رفضك أو قبولك القيام به. كما فصل الفقه أنه عكس هذا يعتبر تزايد على النص، معناها كأنه واحد قاعد يتقوى على بدنه، خاصة أنه القياس هو المعمول به في المادة الجزائية. وبما أنه كما في أغلب تشريعات العالم المتهم عمره ما كان مجبور أنه يقدم دليل ضد نفسه، وأنه من بين حقوقه في الدفاع على روحه أنه يتحصن بالسكوت ويكذب كان لزم باش يمنع الشيء اللي برر أنه المتهم ما يأديش اليمين في القانون على عكس الشاهد، وأنه النيابة العمومية هي المطالبة بالبحث على القرائن والأدلة اللي تقنع القاضي. غير هذا فإنه التهمة تقعد مجردة، وأنه الحكم بتبرئة صحة المتهم هو التطبيق الصحيح للقانون. تبربيشة. مرحبا بكم من جديد، تسمعوا في برنامج بر الأمان، كنت مع كرونيك تبربيشة، وتوا نتعداول آخر مقطع من برنامجنا من حصتنا عدد 14 من الموسم الثاني، والمقطع هذا باش يكون مع قيس بن حليمة، مع الأستاذ قيس بن حليمة اللي حتى هو كيف ما زميلتنا ليليا بن عاشور باش يتعرض الموضوع التحليل. خليكم مع قيس بن حليمة. اليوم عنا مشروع قانون، مشروع نعتبروه نحن في مساحة القانون الجزائي والعلوم الجنائية مشروع كارثي، نحن رافضينه برمته، لا فقط للثغرات التي يحتويها، وهي مش ثغرات، أكثر من ثغرات، ثم ديزابيغاسيون. الأستاذة بشرة عطت مثال مثلا على فيما يخص التحليل. لابيغاسيون وين؟ كي نقرأوا القانون، مشروع القانون المعروض، نلقاو أنه من يستهلك مثلا يمشي في الشارع وعنده فوقه معنا جهر نهار جوان، يجيه شو يقول له إيجا تعالج، كان ترفض العلاج عندك خطية، في حين وأنه وقت واحد يمشي في الشارع مثلا ما حد شيء يثير الريبة، يجيه يقول له إيجا عامل تحليل، يقول له لا، فاش قام؟ هذه حرمة جسدية يحميها الدستور. لا، يقول له ايه أنت باش تعدى الحبس، عندك من 6 أشهر العام. هذه أبيغاسيون. اون اوتر فورم دابيغاسيون عندنا فيما خص هذه مسألة العلاج ورفض العلاج والخطية اللي تترتب عليه. كيفاش مسك بغاية الاستهلاك الشخصي تحب تأخذه العلاج؟ المريض هو وكي تكون أول مرة، مازال ما استهلكش، باش يستهلك اول مره شديته وقت، ما دخلوا العلاج. يا بليزور زابيراسيون، ثم بعد الثغرات اختارها طرق لها سي لطفي، هي تعريف المخدرات. تعريف المخدرات شو يقول المشروع؟ المشروع يقول هي جميع المواد المدرجه بالجدول المرفق بهذا القانون، معناها ا كونتراريو كل ما خرج من الجدول ليس مادة مخدر. 143 في الجدول، لطفي قال لك ثم 800، ويمكن ثم حتى أكثر من 800. اليوم الصين مثلا اللي هي من أكبر البلدان المصدرة للمخدرات، الصين اخترقت جميع البلدان بالثغرة هذه. اش تعمل الصين اليوم؟ ثم سكون أبل لدروغ دو سانتيز، تجي تاخذ الجداول تاع البلدان، تونس مثلا، تجي نشوفوا لي دروغ كيميك، تعمل لي موليكول اكسيتيرا لا كومبوزيسيون كيميك، تجي تعمل موديفيكاسيون تخلق اون نوفيل دروغ ماهيش مدرجه في الجدول وتصدرها، تدخل تنجم تدخلها بالديوان ترخيص، يعني بامور قانونيه. مثال اللي صاير في امريكا تو، ثم سكون أبل الفلاكة دروغ زومبي اللي كيف دي غافاج في أمريكا، هذه كيفاش يدخلوا فيها؟ تمشي تعمل اون سوسيتي دو برودوي كوزميتيك، تجيب كونتينر ماشين على أساس وأنه سيل دو بان دي كريستو، ويدخل ويتم توزيعها واستهلاكها، ومن بعد يصير ما يصير، ولو طون اللي فاقت السلطات بالمسألة وأدرجتها بالجدول متاحة
الكارثة حصلت. ثم فشل زاد كذلك في السياسة الجزائية. نرجعوا في الأخر بالكل كيفاش نجم نقيم الفشل هذا، لكن هو ظاهر، ظاهر بالرغم أنه علميا علماء الإجرام ما نجموش يدرسوها ويثبتوها بالطريقة الصحيحة. علاش؟ لأنه عنا مشكلة متعلقة بالأحصائيات. للأسف وزارة العدل ما هيش قاعدة تقوم بالأحصائيات اللازمة المتعلقة. مثلا ناخذ مثال المخدرات، نوع الجريمة، نوع المادة المخدرة، السن، الجنس، الفئة الاجتماعية، المهنة، إلى آخره. يمكن نحن حصينا في المصحة على قليلة ثم 50 معيار يلزم تاخذ وزارة العدل بعين الاعتبار. طلبناها وزارة العدل بمدنا بالأحصائيات، ثم حد شيء. عندهم جدول صغير فيه 8 كولون، معمرة الكولون الأولى الجنس اللي هي صعيبة برشا، معنى باش يطلعها باللسم معنى ظاهر ذكر محمد ما ينجمش يكون أنثى. والجدول الأخير الحكم، لا نعرفوا لا نوع الجريمة شنو، بون يحطوها تقسيم جنحة جناية. يعني حتى باش نقيموا السياسة الجزائية بطريقة علمية ما نجموش نقيموها. فشل سياسة جزائية، واليوم خايفين لا يكون هناك فشل على مستوى السلطة التشريعية كما حدث مع قانون الإرهاب. اليوم نحن ما جيناش باش نطالبوا النواب برفع التجريم، لأنه سبق لنا بتدخوا ما زالوا ما وصل لهمش الخبر، سبق لنا وان رفعنا التجريم بالثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي. سي اون ديبيناليزاسيون كازويستيك. اليوم اللي ما يحبش يتعاقب عنده الفصل 20 من القانون يقول له لا تثار الدعوة العمومية ضد كل من تقدم من تلقاء نفسه او كذا وكذا بطلب الى لجنة الإدمان على المخدرات. تهز الطلب تمشي للجنة، اللجنة ما فماش، المصحات الاستشفائية ما فماش، مش تلقى نلقى ورواحنا وانه اي شخص قادر وانه يستهلك ويوصل في الاستهلاك متاعه بدون عقاب. دونك التجريم تم رفعه، وفي لجنة التشريع العام مازالوا يحكيوا على التجريم، نجرموا ما نجرموش. الليغاليزاسيون لم حلها سي لطفي شوية، مش باش نرجع لها، بدينا فيه من الثغرات الموجودة في القانون الحالي وثغرات اللي باش تتعدل مشروع القانون. والمسألة هذه حتى النواب مازالوا ما طرقوا لهاش. Donc ils sont un peu dépassés par les événements. اليوم المسؤولية الكبيرة هي عند مجلس نواب الشعب. علاش؟ لأنه بن علي وإن كان هرب عنده 6 سنين، القوانين الجائرة متاعه ما زالت سائرة المفعول، ما زالت نافذة. وعلى رأس هذا قانون 52 اللي كان يستعمل لبث الرعب وقمع المواطنين. اليوم نحن إذن أمام منعرج تاريخي، وإن شاء الله النواب ما يتسرعوش في المنعرج هذا باش ما يصيرش حادث كيف ما صار مع قانون الإرهاب. كيف ينبغي أن يتم العمل التشريعي خاصة في المادة الجزائية؟ على النائب أن يتساءل أولا لماذا ننقح؟ علاش معرض عليه مشروع؟ علاش باش ننقح؟ باش ينقح باش يعرف يجيب على سؤال هذايا يلزمه أولا قبل ما يدرس الكونتينيو الفحوى متاع المشروع المعروض قدامه، وقبل ما يدرس الفحوى متاع القانون المراد تنقيحه يلزم يرجع إلى نيت المشرع. نيت المشرع متاع عام 92. علاش عام 92؟ المشرع جاء وأصدر قانون عدد 52، لكن عام 92 كي نرجعوا نلقاو اللي قانون 52 ماهوش الاول في التحجير. تحدث السي عبد الفتاح قبيليك على قانون 3 نوفمبر 64 المتعلق بتحجير زراعه نبته القنب وخشخاش الافيون، ويرمي الى التجديد في تحجير التكروري. ما علاش عام 92
ونحن عنا قانون يحجر المخدرات، اعتمدنا القانون هذاك. رجل القانون ينجم يقول يعتمد دراسة مقارنة ما بين فحوى قانون 64 فحوى قانون 92. نلقاو في قانون 64 وأنه المواد المخدرة اللي كان يتعرض لها شوية ماهيش برشا، ونلقاو أنه المستهلك والمروج والوسيط وإلى آخره الكلهم حطهم دون لو ميم باني، والعقوبة هي من عام الخمس سنين ومن 100 دينار لعشر ألف دينار. دونك ينجم يقول رجل القانون وأنه قانون 64 ولات اون لوا اوبسوليت ديباسي باغ لي ايفينمون، هذاك علاش وما فيهاش بالطبيعه احترام لمبدا التدرج في العقاب حسب خطوره الفعل الاجرامي اللي يفرض علم العقاب. دعا المشرع عام 92 الى اصدار قانون 52. لكن هذه المقاربه تقعد اون ابروش بيغمون جوريديكو تكنيك، وما تفسرش علاش تحديدا في قانون 52 وفي الفصل 12 المشرع منع القاضي من اعتماد ظروف التخفيف حتى فيما يخص المستهلك. علاش انتقلنا من ما قبل 92 مرحلة يمكن نقول أنها عادية إلى مرحلة درامية؟ الإجابة ما هيش قانونية، الإجابة هي سياسية بحتة. سياسية خاطر كلنا نعرفوا لسيلاب غفاغ كوسكوس كونيكشن اللي تورط فيها ابن أخت رئيس الاستخبارات أنذاك وخو رئيس الدولة بن علي أنذاك. كان ثم محاكمة والمحاكمة طولت، اصدر 30 نوفمبر 1992 حكم غيابي على منصب بن علي 10 سنين حبس ومنعه من الدخول إلى فرنسا. محاكمة طولت وعلى الساحة العالمية توجهت أصابع الاتهام إلى الدولة التونسية وبدأوا يتحدثوا على تورط مسؤولين في الدولة. دونك pour couper court les ragots les rumeurs خاطر ما كفاش وأنه قص أنذاك لي شين فرونسيز، انا عارف تفكرها ولا ادو معش نتفرجوا فيها وقتها مده طويله، اصدر قانون 92 باش يعطي صوره امام المجتمع الدولي وانه سيضرب على ايديهم بكل حزم، قانون فيه ان بوليتيك افيك زيرو توليرانس. هذه نهايه القصه. لكن بعد اكتشفنا وانه ثم قصه اخرى عند نهايه اخرى. بعد هروبه هو عائلته أصهاره صدرت في شأنهم أحكام متعلقة بالاتجار في مادة المخدرات. يعني قانون 52 كانت عنده غاية أخرى هي avoir le monopole في en matière de trafic des stupéfiants. نغلق القوس هذا السياسي ونرجع شوية للقانون. قانون 64 بالرغم أنه الجمهورية التونسية كانت مصدقة على لا كونفونسيون يونيك دو 1961 relative aux stupéfiants. لا كونفونسيون يونيك كانت تسمح وأنه يتم اعتماد أو استعمال المخدرات في الميدان المجال الطبي، لكن قانون 64 حجر استعمالها في جميع المجالات. التحجير هذا تم رفعه عام 69 في القانون المتعلق بالمواد السمية، والتحجير رفع التحجير خذاه قانون 92 الذي أجاز استعمال المخدرات في الميدان الطبي، الميدان البيطري، الصيدلة والبحوث العلمية. وهذا يتنزل في إطار المعاهدة متاع 88 متاع الأمم المتحدة contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes اللي صادقت عليها تونس. يعني هناك كان ثم منع فيما يخص الاتجار غير المشروع وحلينا ثنية للاتجار المشروع. اتجار مشروع، اتجار غير مشروع، التعبير هذايا
يحيلنا إلى فكرة أخرى وفلسفة أخرى. حقيقة ما هو مجرم؟ ليس المادة المخدرة. كيفاش؟ وقت ناخذ مثلا الكوديين مدرجة بالجدول بيض حاليا، ناخذ باركيزول أختان إكوالين وغيره من البسيكوتروف، كي تمشي تشريها من عند الفارماسي بسيرتيفيكا مثلا جريمة. وقت تمشي تشري نفس المادة من عند ديلوغ هي جريمة. إذن ما هو مجرم؟ ليس المادة المخدرة. ما هو مجرم؟ هو الاتجار غير المشروع. هذا عنده الحق يبيع وهذا ما عندهش الحق يبيع. وقت ندخل في الاتجار المشروع يولي اسمها دواء ميديكامون، وفي الاتجار غير المشروع اسمها دروغ. اليوم قمنا بمبادرة تبنيها بعض النواب من كتلة الحرة، عطيناهم مقترح في تنقيح جزئي سهل برشا، معناها يمشي لهم رواحهم في نهار جلسة عامة وينظروا فيه المقترح. لكن للأسف المبادرة هذه تواجه في صعوبات على مستوى الإجراءات. دخلنا في لا أنتم ما عندكمش الحق، ثم أولوية بتاع مشروع الحكومة، ودخلنا في تأويلات الفصل 63 من الدستور إلى آخره. علاش تعطيل؟ نقول لكم علاش تعطيل، لأنه ما يطغى على المشروع هو المنحة السياسي. كل حزب يحاول على طريقته أن يستغل المشروع هذايا في إطار الحملات الانتخابية القادمة. بر الأمان. نجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك بر الأمان بالعربية ولا بالفرنسية، وزادة نجموا تعطيونا أراءكم انتقاداتكم وأفكاركم عبر الموزع الصوتي 99-326-325. نعاود 99-326-325. نقول لكم إن شاء الله نتلقاو نهار الأربعاء الجاي باش يكون موضوعنا تأثير الشراكة بين القطاع العام والخاص في توزيع المياه. خليكم تكتشفوا أكثر تفاصيل نهار الأربعاء الجاي، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.